Hold à l'Express FM. إيكوسبور. تحية لكم نص الكل. بعض الأخبار نزلنا على صفحتنا منذ أيام بخصوص شكاية قدم بها مجهولة ضد مجد الخليفة نائب رئيس النادي الإفريقي وكذلك فهم العمير العضو السابق. وبعد ما عدينا مجد الخليفة البارح في حق رد بخصوص الموضوع هذا، أيضا طلب فهم العمير حق رد بخصوص الشكاية هذه اللي تخص إمكانية الاستيلاء على أموال تذاكر مقابلة النادي الإفريقي ومدير الجزائر. معنا فهمي العمير بالتليفون يوضح الموضوع هذا. أهلا بك فهمي. بيك عايش فين؟ كيف المستعين في البداية؟ بون لو مظهر على تناول الوثيقة هذه من طرف بعض وسائل الإعلام نظرا لعدم جديد. فهمي قبل ما تبدأ جاوبنا على الموضوع، لو كان تسمع تسكر الراديو اللي بحذاك. لا ما عنديش حتى راديو. باهي اللي يكون اسمع فيه في التليفون. باهي اوكي تفضل. اوكي قلت لك معناها الوثيقة ما تسمش بالجدية، خاطر نشوفوا انه الشاكي مجهول وانه لم يكن له الشجاعه كيف باش يفصح عن هويته. هذه من شيره اخرى، وما هونيش حتى مؤيدات نلقاهم مصاحبه للشكايه هذه لدى هيئه مكافحه الفساد. دونك للتوضيح حبيت نبين انه اتهمنا هنا بالتدليس والتزوير وتضخيم عدد المشتركين. المعلومات هذه تفتقد لأي سند. بالنسبة للوضع كيفاش تصير العملية، خلافا اللي هو نحن عنا كل مؤيدات، نحن كل مباراة عنا محضر معالم يصير عن طريق عدد منفذ بعد طبعة تذاكر بعد عملية البيع، وتقع معاينة للمداخيل والتذاكر المتبقية اللي ترجع للجمعية. هذا يكون عنا موثق نحن مصح من طرف عدد منفذ نمدوكم به، ونمدو إضافة إلى محضر الأمن اللي يضمن عدد التذاكر المؤشر عليها، خطر بعد ما يطبع التذاكر الأمن هو يؤشر على التذاكر هذيك، وعدد المشتركين تكون محاينة قبل كل مباراة مدو أنيتا مدو ليستا للأمن، وأنه نلتزم بهذيك ويكون فيها محضر يكون العدد بش يكون العدد المسموح به اللي تعطيه السلطة الأمنية مع عدد تذاكر يكون في إطار المسموح به. هذا كله نحن باش نرفقوا في شكاية وتنمد وسائل الإعلام به. بالنسبة للمشتركين، للعلم أن المشتركين يدخلوا الملعب بالاشتراك نتاعهم مباشرة، يعني يكون نحكي هنا على تضخيم عدد المشتركين من 3000 ل 12000. نحن بالنسبة لليزابونمون يدخل بالليزابونمون نتاعها، ما فماش تذاكر تطبع خاصة بالمشتركين، وبالتالي كلام فارغ وأن نقوله ضخم عدد تذاكر بالنسبة للمشتركين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نقوله نحن منحونا في المباراة هذيك 40000 متفرج، 40000 متفرج تتضمن الفريق الزائر اللي منحناه 5000 تذكرة واللي دخلوا مجان مباشرة التذاكر للزائرين، إضافة إلى الدعوات، إضافة إلى عدد المشتركين، إضافة إلى تذاكر المباعة واللي تخبرك موجودة في المحاضر المعاينة. بالنسبة لمداخيل التذاكر، مداخيل التذاكر نحن العملية راهو خلافا ما يعتقد البعض هي منظمة بطريقة أنه القابض المركزي مع محاسب الجمعية مع أمين المال وأنهم يتلقوا المداخيل هذيك ويثبتوا فيها، وتقع يعني جرد لعملية المحاضر مع التذاكر العددة مع المداخيل، ومن بعد ذلك كل واحد يعني يمضي على المحضر هذاك ويلتزم بما فيه. بالنسبه للمداخيل نقول لك هنا المداخيل، نعطيك معناها معلومه مثال شيء انتير. مداخيل تلك المباراه 195000 دينار تلقاها المحاسب مع امين المال. جاء المباراه هذيك فوزنا فيها وكانت كمنحة للاعبين، تلقاها لاعبين كمنحة فوز وترشح لدور نصف نهائي لكأس أفريقيا. فهمي يعني زوز أسئلة هم حتى في الوصولات اللي نجمون نمدكم بها. باهي زوز أسئلة. شنو الهدف من تسريب الوثيقة هذه في الوقت هذا بالذات، وعلاش الأسماء اللي وقعها ذكرها متاعكم أنتم الثلاثة بالذات؟ والله بون هما
باعتبار أنه لجنة التنظيم هي المكلفة بالبيع فذاك دونك نلقاو احنا نحن يعني يجي موجودين أنه ممكن معناه باش يذكرونا بار اوبليغاسيون مجدي الخليفي مثلا هو داخل في لجنة التنظيم الناس عاملة تصفية حسابات ببعضها يعني ما تكونش بالطريقة ذي. الحقيقة أنا كنت باش نتوجه بالطرق القانونية ولكن الخبر خذا يعني صدي وتقلقت الناس تعرف شكون وراها الوثيقة فهميه يعني عائلتي وكله دونك قلقتني ومستني وحبيت نرد ونتفاعل معاه تعرف شكون فهمي تعرف شكون وراها الوثيقة ولا لا فهمي بالباطل من غير حتى سند نكذب أي حاجة ونصبها في هيئة مكافحة الفساد ونتهم فلان وفلان بالعهد حقيقة شيء ما تكتش عليه تسمع فيها وفهمي ولا لا هذا أنا شخصي تسمع فيها ولا لا قلت لك فهم تعرف شكون وراها الوثيقة ولا لا والله المجهول تو نحن باش نتقدم أنا بشكاية إن شاء الله غدوة مرفوقة بالوثائق الكل ضد هذا المجهول اللي يمكن البحث يجيبه ويكشفن عليه أما نقول لك أنها هي تصفية حسابات معناش من أنا نوع يعني سياسية ولا غير سياسية ولكن ما نسمحوش بأنه نسكو أعراضنا لتصفية حسابات وسنكشف نعلموكم عن شكون وراء العملية هذه واضح يعطيك الصحة فهمي العميري المسؤول السابق من الإفريقي على كل هذه التفاصيل. المنتخب الوطني التونسي كمل اليوم الاستعداد لمقابله الكوت ديفوار في تونس وتحول لباريس وين باش يخوض الثلاثه الجايه المقابله لاعب هامبورغ الوفد الجديد دوديك اكتفى اليوم بالعرض حول الميدان بسبب اصابه خفيفه في الكحله. بالتوازي مع المنتخب الاول المنتخب الاولمبي وصل الاستعداد لمقابله الاياب الثلاثه الجايه ضد الكاميرون وسيونس دونترينمون اليوم باش تكون انطلاقه من 7:30. مهاجم الوحده الليبي يوسف فايق 19 عام امضى اليوم لمده 5 سنين مع السي اس اس. المقابلة الودية اللي كانت باش تجمع الاسبيرونس ومنزل لابورغيبا اليوم توقفت بعد 5 دقائق من انطلاقها بسبب الامطار. لويس مو تعادل في مقابلة ودية مع الاولمبي البيجي 1-1. الثنائي التونسي فرجاني ساسي حمد النجاز يلعبوا اليوم انطلاقة من 7:30 مقابلة نهائي كأس مصر ضد نادي بيراميدز. نكمل مع للاسف منتخب الباسكيت فشل في التأهل للأولمبياد رغم فوز اليوم على أنغولا 87-85 لكن فوز نيجيريا على الصين 86-73 خلاه يكون ممثل إفريقيا في أولمبياد طوكيو. نكمل مع خبر مؤسف هو وفاة اليوم بطل كمال الأجسام لاعب البرهوم اللي أهدى لتونس عدة بطولات عالمية. إيكوس بوفا في أخبار تلقاها مع السيت الراديو إكسبرس FM.com. أجمل تحيات إسلام المدب.